بسم الله الرحمن الرحيم. 17/3/2014، المجلس الثوري المحلي في مدينة مكة، المكتب الإغاثي يقوم بتوزيع الألبسة على طلاب المدارس في مدينة مكة، والله ولي التوفيق. المجلس الثوري المحلي المكتب الإغاثي في مدينة مكة يقوم بتوزيع القبعات والكفوف والستر وبعض الألبسة على طلاب المدارس في مدينة مكة. يلا قولوا معي شكرا للهلال الأحمر الإماراتي.